السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المرة سوف نرى مواضيع مقترحة في النشر والتحليل لشهادة التعليم المتوسط 2019 رقم 2. لتكن العبارة أم حيث أم تساوي X ناقص 2 مربع ناقص 25 زائد X زائد 3 في X زائد 8. أولا تحقق بالنشر أن أم يساوي 2X مربع زائد 7X زائد 3. 2 حلل العبارة، حلل العبارة x ناقص 2 مربع ناقص 25 ثم استنتج تحليلا للعبارة ام. 3 حلل المعادلة 2x زائد 1 في x زائد 3 تساوي الصفر. لنبدأ على بركة الله مع نشر العبارة ام. لاحظوا جيدا معي في العبارة ام، نلاحظ ان هذه العبارة ام، لاحظوا جيدا ما هي الاشياء القابلة للنشر. هذا قابل للنشر، لاحظوا جيدا هذا هو القابل للنشر لأنه قوس مربع. أيضا هذا منشور 25 وهذا قابل للنشر لأنه قوس في قوس. أم تساوي هذا قابل للنشر، هي متطابقة شهيرة من الشكل أ ناقص ب مربع. ماذا تصبح؟ تصبح أ مربع اللي هي X مربع زائد ب مربع 2 مربع ناقص 2 أ ب 2 في أ اللي هو X في ب اللي هو 2. هكذا هذا نشرها هذه العبارة. ناقص 25 تبقى كما هي زائد، الآن قلنا أن هذه قابلة للنشر لأن لدينا قوس في قوس لا توجد متطابقة شهيرة، معناه سوف ننشر عادي. الآن نقول X في X، X في X ثم X في زائد 8، معناه هنا الزائد، زائد في الزائد ماذا تصبح؟ زائد X في ماذا؟ في 8. نبدأ X في 8 ثم ماذا؟ الزائد في الزائد كم؟ زائد، معناه نشرت الـ X. الآن سوف أنشر الزائد 3. نقول عندما ننشر ناقص زائد 3 زائد في هكذا، الزائد في الزائد هذه عفوا هنا، معناه تصبح زائد ماذا؟ 3 في X هكذا 3 X. ثم ننشر هذه الزائد 3 في الزائد 8، ننشر الإشارة هي الأولى، الزائد في الزائد تصبح زائد 3 في 8. الآن نحذف الأقواس، هذا القوس ليس قبله أي عدد، أحذف الأقواس وفي نفس الوقت أقوم بالحساب، معناها تصبح X مربع زائد 2 مربع هي 4 ناقص 2 في 2 4 X. ويمكنني حذف هذين القوسين لأن قبل القوس لا توجد ناقص، ناقص 25. أيضا هنا يمكنني حذف القوس لأن قبل القوس زائد، زائد ثم أقوم بالحساب X في X هي X مربع زائد X في 8 هي 8 X زائد 3 X زائد 3 في 8 24. سوف أقوم بالترتيب X مربع ثم زائد X مربع نأخذها بها بإشارتها، ثم ماذا نأخذ الـ X الآن؟ ناقص 4 X هكذا، ثم أيضا زائد 8 X هكذا، ركزوا جيدا، ثم زائد 3 X، انتهت الـ X ثم تأتي الزائد 4 ثم الناقص 25 ثم الزائد 24. أقوم بالحساب X مربع زائد X مربع 2 X مربع ناقص 4 X مع زائد 8 تعطينا زائد 8 X زائد 8 مع زائد 3 عفوا ناقص 4 زائد 8 تعطينا زائد 4 زائد 4 مع زائد 3 تصبح زائد 7 X. آتي بالآلة الحاسبة وقم بحساب هذه المعاملات، ثم 4 ناقص 25 زائد 24 سوف تعطينا النتيجة زائد 3. هكذا هي أم وهي نفسها، لقد تحققنا بالنشر. عندما يقول لك تحقق بالنشر معناه ننطلق من هذه الجهة من هنا ونصل إلى هنا هكذا، من هنا إلى هنا بطريقة بسيطة جدا. الآن لنواصل مع السؤال الثاني، نحلل العبارة، هذه العبارة نقوم بتحليلها، هذه العبارة لاحظوا جيدا معي ماذا تصبح؟ تساوي، ركزوا جيدا معي، هذه العبارة تصبح تساوي،
بالتحليل الآن بالتحليل. التحليل ها هو الحد الأول وها هو الحد الثاني، هل هناك عامل مشترك بين الحد الأول والحد الثاني؟ لا يوجد عامل مشترك، معناه أفكروا في المتطابقة الشهيرة، لاحظوا جيدا معي x ناقص 2 مربع، معناه هنا لدي a مربع، a مربع، ولدي الناقص، معناه ناقص، معناه يلزمني ب مربع، ب مربع، لاحظوا هذه ال 25 ليست هي ب مربع، ولكنني يمكنني أن أرجعها هكذا، 5 مربع، لأن 5 مربع هي 25، فأصبحت لي العبارة من الشكل A مربع ناقص B مربع، ماذا تصبح هذه في التحليل؟ تصبح A ناقص B في A زائد B، هكذا، معناه مباشرة هذه أرجعها مثل هذه، بطريقة بسيطة جدا، الآن لنواصل، الآن تابعوا جيدا، ماذا تصبح هنا؟ ناقص 5 مربع، وماذا تصبح؟ تصبح A مربع، A مربع سوف أضع هنا العارضة، A مربع هذه كلها A، A ناقص B، A ناقص B معناها هذه كلها A، معناها X ناقص 2 لكي تكون الأمور واضحة، هذه كلها A، وهذه الخمسة هي ماذا؟ هي B، وقلت لكم تصبح A ناقص B في A زائد B، هذا هو القانون، A ناقص B B هي 5 هكذا، إنني هنا في ماذا؟ A زائد B X ناقص 2 زائد B B هي 5 هكذا، ثم نحذف تلك الأقواس الداخلية الخارجية عفوا، تصبح X ناقص 2 ناقص 5 ثم x ناقص 2 زائد 5، هنا لا يحدث لي شيء للقوس لأن قبله زائد وهنا كذلك، فتصبح ماذا؟ x لاحظ ناقص 2 ناقص 5 تصبح ناقص 7 هكذا، ثم x ناقص 2 زائد 5 تصبح زائد 3 بطريقة بسيطة جدا. الآن ركزوا جيدا ماذا قال؟ ثم استنتج تحليلا لماذا؟ ثم استنتج تحليلا للعبارة ماذا؟ للعبارة B، عفوا للعبارة أم، هكذا استنتج تحليلا للعبارة أم، معناه نحلل هذه العبارة، كل ما علي فعله هذه قمت بتحليلها، سوف نأخذ نتيجتها، معناه تصبح أم تساوي هذه قمت بتحليلها وهي هذه النتيجة، سوف هذه أخذها وأعوضها مكان هذه بطريقة بسيطة، لذلك هو قال حلل أولا هذه ثم استنتج، استنتاج فقط، الآن تصبح x ناقص 7 في ماذا؟ في x زائد 3، قد عوضتها هذه كلها عوضتها، ماذا بقي لي؟ زائد x زائد 3 في x زائد 8، الآن أين هو الحد الأول؟ ها هو الحد الأول وها هو الحد الثاني، معناه هنا ضرب وهنا ضرب، وهذه الزائد هي التي تفصل بين الحدين، نلاحظ أن الإكس زائد 3 هو العامل المشترك، سوف أخذه كعامل مشترك، إكس زائد 3 وأفتح العارضة، ماذا هذا أخذته كعامل مشترك؟ أخذته كعامل مشترك، ماذا تبقى لي من الحد الأول؟ بقيت لي x ناقص 7، ثم ماذا؟ ثم هذه الزائد، زائد، وماذا تبقي لي من الحد الثاني؟ هي x زائد 8، ثم أقوم بحذف الأقواس الداخلية للحد أو للعامل الثاني، هكذا، هذا القوس مسبوق بالزائد معناه لا يتغير أي شيء، تصبح x ناقص 7، وهذا القوس مسبوق بالزائد معناه لا يتغير أي شيء، تصبح زائد x زائد 8 هكذا، وهذه العارضات، هذه العارضة وهذه العارضة، بما أنه لا يوجد أقواس داخلية أرجعتها أقواس فقط، ثم أقوم بالحساب تساوي x زائد 3، وأقوم x زائد x معناه x مع بعضهم والأعداد مع بعضهم، x زائد x 2x ناقص 7 مع زائد 8 تصبح كم؟ زائد 1 هكذا، ها هو تحليل عبارة أم قد وجدتها عامل في عامل. الآن ننتقل إلى السؤال الثالث، السؤال الثالث هو عبارة عن حل معادلة، معادلة جداء معدوم، معادلة جداء معدوم معناه نقول لحل هذه المعادلة
لاحظوا جيدا، سوف نقوم بحل هذه المعادلة. هذه المعادلة لكي نحلها ماذا نقول؟ نقول العامل الأول يساوي الصفر أو العامل الثاني يساوي الصفر، هكذا نقول. لاحظوا جيدا معي، 2x زائد 1 تساوي الصفر أو x زائد 3 تساوي الصفر. معناه نقول 2x تساوي أن زائد 1 تصبح من الجهة الطرف الآخر تصبح ناقص 1 أو x تساوي، هنا لا داعي لهذه الأقواس، هنا لا داعي لهذه الأقواس، أو x تساوي ماذا؟ هذه زائد 3 تصبح من الجهة الأخرى تصبح ناقص 3، وهنا تصبح x تساوي ماذا؟ هذا قسمة العدد المضروب في x، لأن هنا لدي حالة ضرب، ناقص 1 على 2 أو x تساوي ناقص 3، ومعنى نقول للمعادلة حلان، هما ماذا؟ ناقص 3 و ناقص 1 على 2، بهذه الطريقة البسيطة جدا. لنكون قد انهينا مع الحل المفصل لهذا التمرين المقترح في النشر والتحليل لشهادة التعليم المتوسط.